كريم جايين كان كتب في أحد بوستاته إن هو مسلم، ففي ناس شككوا في إسلامه زي مصطفى كتب: خليك نايم على بطنك، مسلم إيه أنت منبطح، مسلم إيه يا عبيد القرش. هو ده اللي علمته لكم أوروبا الاعتراف بالكيانات؟ يا عم ده أنتوا عار على بلادكم ودينكم. فهو رد عليه وقال له: الأخ مصطفى مصري، لو حضرتك في بلد بيطبق فيها القانون هيبقى وضعك مش لطيف، لأن مصر أول دولة عربية اعترفت بإسرائيل، وأعتقد اتفاق السلام مع إسرائيل وتحرير سيناء هو أهم إنجازات الدولة المصرية في آخر 60 سنة. نيجي بقى لدينيا، أنت بتخالف كلام الله عز وجل في كل الكتب المقدسة، لأن الله عز وجل قال إن دي أرض اليهود. حضرتك لو هتقول إن في حد قدر يحرف كلام الله في التوراة وربنا ما قدرش يحمي كلامه من التحريف، أجيب لك من القرآن. خد عندك: وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا. ودي كمان مخاطبا بني إسرائيل: يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، وغيرها كثير. غير كمان إننا كمسلمين مش بس مؤمنين بحق ملك اليهود سليمان في القدس، لا، إحنا واجب علينا الإيمان به لأنه نبي من عند الله. ففي منى كتبت، علقت على البوست دوت: المشكلة يا أستاذ كريم إن كل المنبطحين فاكرين الناس زيهم كلهم منبطحين، ومن صفات المنبطح إنه عايش في بيت في الغالب هتلاقي واحدة ست هي اللي بتصرف على البيت ده وعلى أكل وشرب وسجاير ونت اللي في البيت كله، ويقول لك في الآخر: يا عبيد القرش، يا عار على بلدكم ودينكم، وحاجة آخر عباسية. فهو رد عليها حرفيا: في مصر دراسات مرعبة عن السيدات العائلات. واحد تاني كتب: وصلت الدبابات الإسرائيلية وسط غزة وخذلها محور المقاومة، وبدأ سكان غزة يتذمرون من حماس، وكانوا فعلا عايشين كويس أثناء عملهم في إسرائيل أو العمل بداخلها. صدقت للآن في كثير من كلامك، هاجمناك شوية بس لم تكن لدينا النظرة الكاملة، اعذرنا. فكريم جاهين شكره. واحد تاني جاب له صورته وهو بيولع شمعة في أحد الكنائس، فقال له: وانت ليش بقى بتدعي انك مسلم؟ ما تحترم دينك. فكريم جاهين بقى رد، قال: لأول مرة هرد، العرب وخاصة المتطرفين منهم كالإخوان المسلمين القائمين على إيكاد والجزيرة لا يعلمون أن المصريين الطبيعيين، وهم كثر الحمد لله، بيعتبرون الكنيسة بيت الله مثل المسجد تماما، سواء في مصر أو في أي مكان. بنحضر مع إخواننا المسيحيين أفراحهم وأعيادهم في الكنيسة، ونتشارك معهم الأفراح والأحزان في الكنائس أيضا، وغصب عنهم بيصوموا معانا رمضان ويعيدوا معانا كمان. عموما هي أشياء لن تفهموها. ومن ناحية أخرى كتب أفيخاي أدرعي البوست دهوت، نشر صورة وائل الدحدوح اللي هو مراسل الجزيرة وهو بيرحل من شمال غزة إلى جنوبها، وكتب: وائل الدحدوح يستجيب للدعوات والمطالبات والمناشدات الإسرائيلية للتوجه جنوب وادي غزة، يأتي ذلك رغم قيام الجزيرة منذ أسابيع بترديد مناشدات حماس المتكررة لعدم الاستجابة إلى دعواتنا. هذه المحاولات مثل مزاعم خبيرها العسكري فائز الدويري الهادفة إلى التغطية على إخفاقات حماس. لا يزال خبيرها يتحدث عن انتصارات وهمية لحماس وعدم قدرة جيش الدفاع من التحرك داخل غزة. الكذب والكذب الآخر. بيصير علينا واحنا بنديكم بدنا. الحمد لله على السلامة أبو حمزة. الحمد لله على سلامتكم. الله يحييك. الحمد لله على سلامتكم. كيف كانت الطريق؟
والله عزا يا ابي حج خروج من الديار صعب جدا ومؤلم جدا. الحمد لله على السلامة. هدى جنات كتبت: بمجرد أن تصل الدبابات الإسرائيلية للمستشفيات ولمستشفى الشفاء وتكشف عن الأنفاق تحتها ومقرات حماس، سيختفي 40,000 مقاتل من حماس كما اختفى الجيش العراقي يوم غزت أمريكا العراق. لهذا السبب الجزيرة جن جنونها، فهي ترى أن مشروعها وكذبها سينفضح على بعد أمطار. إذا لاحظتم أنهم يركزون على المستشفيات أكثر من الشعب الغزاوي، لأنه ما تحت المستشفى هو ما يهمهم وليس ما فوقها. الأحداث الأمريكية كتبت: رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد ابن عبد الرحمن لواشنطن بوست: أعمال العنف التي قامت بها حماس ضد المدنيين الإسرائيليين في 7 أكتوبر كانت مروعة. ونيجي بقى لإيدي كوهين، نشر البوست ده هوت والفيديو اللي هنشوفه دلوقتي. صحفي صهيوني يوجه رسالة باللغة العربية إلى شعب غزة. تعالوا نشوف قال إيه لشعب غزة. السلام عليكم يا عرب، وبشكل خاص جماعة غزة. أنا اسمي تسبيع حسكيلي، أنا صحفي إسرائيلي، وكمان أنا عربي، أصلي عراقي، أنا يهودي، وأنا بعرف الثقافة العربية، بعرف العرب، عشت بين العرب، بعرف ثقافة العنف، المروة، العشيرة، بعرف الكل. أنتم اليوم بطلتم تزغردوا؟ شفنا في 17 كنتم فرحانين، اختطفنا، سوينا، الجيش الذي لا يقهر. اليوم تعرفوا الحقيقة، إن زعماء حماس تحت الأرض مبسوطين خوفين، وأنتم فوق الأرض قصف بشردوكم، صرتم لاجئين كمان مرة. ليش؟ زي ما قال موسى أبو مرزوق زعيم حماس: نحن الزعماء عندنا الأنفاق، اللاجئين والمواطنين خليه الأمم المتحدة يتناول معهم، مش إحنا. حماس حماس، أنتم مقاتلين، اطلعوا من تحت الأرض. ليش أنتم زي فيران؟ ليش يحيى السنوار تحت الأرض؟ اطلع أنت واربعين ألف جماعة المسلحين عندكم، اطلعوا حاربوا، قاتلوا الدبابات والجيش الإسرائيلي. خوفين من أنتم، خوفين. ولهذا بدي أقول لكل واحد أنه يحترم الحق ويحترم الدين. اللي ساوى حماس هذا مش دين الإسلام. حماس اغتصب بنات وقطع رؤوس أطفال، هذا عيب، عيب كمان عندنا حسب الدين تاعنا. انتم مرة شفتم جندي إسرائيلي اللي يقطع راس طفل فلسطيني؟ عيب، لو كان هذا كان يحبسوه. انتم شفتم مرة جندي إسرائيلي يغتصب بنت فلسطينية عربية؟ عمركم ما شفتم. ليش؟ لأنه الدين اليهود إخلاق. تعرفوا أنه تعرفوا شوية رحمة اليهود؟ إذا ما تعرفوا استنوا شوية شوفوا من أكثر يقلق حياتكم، يحيى سنوار أو الجيش الإسرائيلي؟ مفاجأة كتبها إيدي كوهين مؤخرا، كتب عاجل من مصدر أمني إسرائيلي: قطر تتوسط لدى إسرائيل بالسماح لعشرات من قادات حماس مع أسرهم الدخول إلى مصر مقابل إطلاق سراح قسم كبير من الرهائن، وعرف من القادة محمد السنوار وأسرته ويحيى السنوار وأسرته ومحمود الزهار وزوجته، أبو عبيدة وأسرته، محمد الضيف وعائلته، غازي حمد وأسرته. المفاجأة أن إسرائيل تدرس هذا العرض بجدية. هدى جنات كتبت: هل تعلم في هذه اللحظات يجلس إسماعيل هنية وخالد مشعل ورئيس الموساد الإسرائيلي وأمير قطر والرئيس المصري ورئيس المخابرات المصرية في مكان ما في القاهرة؟ حماس
تريد اتفاق يضمن حياة قادتها في الخارج، وأن لا يتعرضوا للتصفية هم وأسرهم من قبل الموساد، وتريد خروج آمن للقادة في غزة نحو معبر رفح، ثم يركبون طائرة أمير قطر يعودون معه إلى قطر ومنها إلى دولة أخرى غير معلومة، بالمقابل خروج كامل لحماس من غزة وكشف مكان المختطفين. لا في طوفان ولا أقصى ولا هم يحزنون، ولا تهمهم حياة الشعب في غزة ولا القضية الفلسطينية، وطلعوا جبنة بمجرد أن اقترب منهم الجيش الإسرائيلي، طالبوا بالخروج الآمن. الآن يطالبون بالنجاة بحياتهم فقط بعد محاصرة المستشفيات التي يتحصنون تحتها. أين بقى الشعارات والخزعبلات والانتصارات الوهمية التي روجت لها الجزيرة؟ قلت لكم كالعادة ظاهرة صوتية ولا يصح إلا الصحيح. إيدي كوهين كتب: حماس سلمتنا غزة. 3 كلمات فيهم الإفادة. كريم جاهين كتب: إذا كان الأخ أو الصديق هو من يحاول أن يسبب لك المشاكل والآلام، فماذا ترك للعدو؟ وإذا كان الأخ أو الصديق لا يشكرك على مساعدتك أو وقوفك بجانبه بما تستطيع يدك، بل يسبك ويهينك ويحقر منك، فماذا ترك للعدو؟ إذا كان الأخ أو الصديق هو من يحاول أن يصنع في بيتك فوضى من أجله هو، فماذا ترك للعدو؟ نيجي بقى لقراءة معاكسة للواقع المرير. إذا كان الأخ والصديق هو من يطالبك أن تموت من أجله، تحارب من أجله، تعاني اقتصاديا أنت وأسرتك من أجله، فماذا ترك للعدو؟ إذا كان الأخ أو الصديق هو تسبب لك في تخلف ودمار وموت عشرات الآلاف من أسرتك وفقر اقتصادي بسبب أفعاله والمدفوعة من دول معادية لك بجوارك، وتسبب في عداء سياسي مع كل من يحاول أن يتعاون معك ومع أسرتك، إذن فمن هو العدو إذن؟ صحيح، مين العدو؟ ومن ناحية تانية الأحداث الأمريكية كتبت 6 كلمات فيهم الفايدة: انقطاع كلي لخدمة الانترنت في اليمن. حد حاسس؟ حد فكر يعمل مظاهرة؟ لا أحد يبالي باليمن وسوريا والعراق وليبيا والسودان، المهم عندهم غزة فقط. نجوى كتبت: إطلاق سراح الرهائن مقابل وقف إطلاق النار. إذا انتهت الأمور عند هذا الحد كما تريد حماس، تكون نتيجة طوفان غزة مقتل 1400 إسرائيلي مقابل استشهاد أكثر من 10,000 فلسطيني نصفهم أطفال، وتدمير غزة وفقد 100,000 غزاوي عملهم في إسرائيل مقابل $2,500 شهريا، وجلب أساطيل وجيوش أمريكا إلى البحر المتوسط. ما شاء الله. وفي الآخر يقول لك انتصرنا. إيمان الشعراوي كتبت: لما اقترب الخطر من ميليشياتهم وتبرأت منهم إيران، طالبت حماس بوقف إطلاق النار مقابل تسليم الأسرى والرهائن الإسرائيليين، بعدما تسببوا في قتل أكثر من 10,000 فلسطيني وتمكين إسرائيل من قصف غزة ومحوها والتوغل في أرضها وتشريد الشعب وتجويعه وحتى منع علاج المصابين. كريم جاهين كتب: أعتذر للدولة المصرية بأجهزتها، كنت لا أفهم لماذا حتى الآن لا تريد مصر فتح صفحة جديدة مع إيران برغم كل الإغراءات الاقتصادية والسياسية، كنت أعتقد أنه مجرد مساندة للخليج، ولكن الخليج نفسه كله ذهب إلى إيران، فأصبح واضح جدا أن الارتباط قديم جدا. كم كنا مغفلين، ليس هناك صدفة،
تدمير لبنان بين قوسين سويسرا الشرق سابقا على يد حزب إيران ليست صدفة، تدمير سوريا على يد ميليشيات إيران ليست صدفة، تدمير اليمن على يد الحوثي الإيراني الصفوي ليست صدفة، إنهاء وتدمير قضية فلسطين على يد حماس إيران ليست صدفة. غضب الدولة المصرية من محمد مرسي الإخواني الصفوي عندما ذهب إلى إيران لم يكن صدفة. أيضا كتب: أتحدث لكم كمصري مسلم من بلاد المهجر، أشعر بمنتهى الحزن والتفاهم في نفس الوقت للمظاهرات العنصرية التي خرجت في إسبانيا بالتحديد وتطلب طرد المسلمين. إسبانيا كانت جنة، لكن حاليا برشلونة وبعض المدن ذات الأكثرية من اللاجئين العرب والمسلمين بين قوسين شمال أفريقيا والأفغان أصبحت بشعة، سرقات واغتصابات وعنف، وأخيرا كل هؤلاء اللصوص المجرمين اتحدوا من أجل فلسطين في تخريب البلاد التي استقبلتهم، والقادم سيء.